السلام عليكم. واش تقولوا فيها؟ معجنات بعجينه قطنيه فريمون رائعه، نديروا كلش اون مينياتور عجينه. واش نحكي لكم؟ كي القطن ندوزوا للمطبخ باش ندوا تفاصيل تحضير هذه الوصفه المتميزه. باش نبداو في تحضير هذه العجينه القطنيه، عندنا كاس تاع الحليب يكون دافئ اكيد، مغرفه تاع الخميره هايلي لهنايا مغرفه، وعندي مغرفه تاع السكر. نبدا في البدايه نحط الحليب مع الخميره والسكر، نحرك شويه ومن بعد كي يتفاعل نعاود نجي وندير 4 كاس تاع الزيت، وندير علبه تاع الياغورت الطبيعي، ونزيد نحرك ونزيد نخليه يتفاعل، باش من بعد نبدا ندخل الفرينه والقرصه تاعي تاع الملح، مغرفه تاع القهوه. ونلم العجينه، ما لازمش تكون تتلاصق بزاف، نرطبها ونخليها تتخمر. نقول بسم الله، نفرغ الحليب، الخميره، نضيف الزيت والياغورت طبيعي، ونزيد نخليه يتفاعل مره ثانيه. الخليط تفاعل مره ثانيه، نقول بسم الله، وندخل له الفرينه اللي يسحقها مع الملح. العجينة ديالي خمرت، راهي هايلة. دوكا نفرغها فوق سطح العمل ونقسمها إلى 3 كرات. نفتح الكرة الأولى، ندير شكل دائري. هذيك العجينة ديالي، وأنا عندي هاد الطابع يقطع مثلثات، نحطه فوق العجينة ونطبع المثلثات ديالي. درت المثلثات، دوكا في كل مثلث ندير فتحة في الظهر. أنا استعمل الطابع، ولكن بكل بساطة دائرة نديروها وناخدو سكين ونديرو المثلثات بكل سهولة. نقطعو على 4 ومن بعد نزيدو كل مربع على 2، وحنا دينا المثلثات. هنايا ناخد الجبن وندير قطعة في كل حبة وندور، وراني راح نتحصل على دي ميني كرواسون رائعين. حليت العجينة الثانية، السمك تاعها هاوليك ماشي خشين بزاف. ودوكا خديت هاد لو سيرسو، ندير دوائر وندير المينيم بطبوط ديالي ونخليه يتخمر، نغطيه ومن بعد نجوزو للكرة الثالثة. حليت العجينه الثالثه، ودوكا بنفس لو سيرسو ندير دوائر، لكن هاد العجينه لازم تكون رقيقه على تاع البطبوط، لاننا راح نديروها دي بيتزونيت. الوغ نرققوها باش تجينا موزونه. نقول بسم الله ونقطع. لي بتيت بيتزونيت ودت لهم ان صوص طوماط، حميمره منسمه بالزعتر رائعه هايليك. ندير واش عندكم في المنزل، تحبوا تزيدوا لها بقايا دجاج، تحبوا ديروا لها شويه تاع الطون، ديروا لها شويه تاع الطرشي، تسكرفجوا لها دو فرماج غابي. المهم ديروا دي ميني بيزونيت بالطماطم تاع الصيف، واش نحكي لكم رائعه. هذه هي النتيجة النهائية تاع التشكيلة تاع المعجنات اللي درناهم نهار اليوم. عجينة قطنية
درنا دي بيتزونات ودرنا دي كرواسون دي ميني كرواسون دي ميني بطبوط، وانا هادوك لي شوت كامل اللي قعدوني من العجائن كامل اللي درتهم درت بهم خبزه، وجات ما شاء الله نتيجه رائعه. دي كرواسون فريمون فريمون طريين هشاش. نتمنى تجربوا الوصفه وتستمتعوا بها في هذا الموسم الحار.